بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم. سنبتدئ إن شاء الله سلسلة جديدة في يوتيوب، والتي بدأناها قبل في البثوث في تويتش، ستكون مهنة المدرب. سلسلة باختصار تدرب فريق وتحاول أن تصل به إلى مستويات أعلى وأفضل وتفوز بأغلب الكؤوس. لحد الآن ترتيبنا في الدوري هو الخامس، صراحة ترتيب لا بأس به لكن دفاعنا سيء. ترتيبنا في تشامبيونز ليج الأول، ضمن تأهل 4 مباريات، فوزنا بأربع من أصل 4، نزل مباراتين أمام إشبيلية وأستاذرين. 1 hour later. هذه هي التشكيلة التي نلعب بها، صراحة جيدة جدا، صراحة جيدة. سنبتدئ الآن مباراة أمام برايتون، إن شاء الله الفوز. لك أيها السفيه، يا فيرنر حول. والهدف، يا سلام. كرات ملعوبة، نقلات من تشيلسي الآن ولاعبين في أرضية الملعب. والهدف الثاني، تمريرة باتجاه الجناح، كيف راح يتصرف فيها؟ جيد يا رديك، جيد. إعادة الكرة التي جاء منها الهدف، يبدو بأن هناك ضربة ركنية بعد حارس المرمى. اعتراض من الجماهير على حكم، كرة في مكان، أستاذ الحكم تسلل عن وجود تسلل في هذه الكرة. أوف. خط في المباراة، لا هنالك خبر عن هدف تم تسجيله في لحظات من ملعب الانفيلد. الهدف الثالث لصالح ليفربول، النتيجه الان هاتريك. يحدث مرتين، يحدث للمره الثالثه. حلو، الكره البينيه يكسر فيها المدافعين. موت، الكره في المرمى، فعلوها، سجلوها. الان صافرت نهايه بسم الله الرحمن الرحيم، سأجيبكم على كل الأسئلة بخلاصة. بداية بالأخطاء الدفاعية التي لم يستغلها الخصم بطريقة جيدة، سنحاول تحسين الشكل الدفاعي أكثر وأكثر. زياش الحاضر الغائب في هذه المباراة، لكن أنتظر منه الكثير في المباراة القادمة إن شاء الله. فيرنر رجل المباراة باستحقاق، أعتقد أن هناك من يقول غير هذا. أظن أنني أجبتكم على جميع أسئلتكم، إلى اللقاء. مساء الخير عليكم جميع المشاهدين الكرام، مساء النور. وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. على الطرف نيانج، لا 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 لا، التقدم الآن، فرصة ما زالت قائمة.
فريق الضيف لصدارتها. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. حارسية لا تمر من الدفاع. انطلاقة متسارعة. يا ويلسون. وبالتالي لا خطورة على المنافس. ويزين حيث تعتمد عليهما فرقهما كثيرا. لاعبان يمتلكان المهارة وتعتمد عليهما فرقهما بشكل كبير وواضح، والجماهير تأمل بأن يصنع الفارق في مباراة اليوم. كرة بينية يضرب فيها خط الدفاع. جدا من البلوز تشيلسي. فرصة الأخير. لا 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 لا. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يلعب له كرة بينية. No. حاول التسجيل. الكرة تبعد من على خط المرمى. الله على الدفاع. يتقدم بالكرة. تصدي الكرة الى هذه التمريرة. What? لا 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 ليس التحكيم سيء 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 لا أبعد الضرر. الكرة في الأرض من ركلة جزاء نفذت بنجاح. كرة خطيرة لتقليص الفارق. لا بد أن تستغل. وبعد أن ظن الجميع أنه لا مفر من الهزيمة. نحتاج النفس نحتاج النفس. نشوف الهدف مرة. كرة بتروح من لاعبي تشيلسي. ماشي ليس لزيش. خطأ دي التمرير دي الزفت. ليحرك كل شيء. جميلة. يا الله. يعلنها حكم المباراة. اوهو. بالتصدي ممتاز. الله على كرة في منتهى الروعة. ضربة ركنية في وقت مهم جدا في المباراة. ممكن تسجيل هدف في الأمان في هذه اللحظات. زورزي. فرصة الآن. الحارس يمنع الكرة. لكن الكرة ما زالت. تيمو فيرنر. بر فيها. انطلق فيها. راح. تنفيذ جيد للضغط العالي. إذا صافرة نهاية المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة من جهتنا كانت مليئة بالأخطاء، بينما الخصم كان شديد أكثر قوة. تفوق علينا في مرتين، لكن عدنا في المباراة وخرجنا بنتيجة تعادل جيدة بنستهدف التيلا. كما شاهدنا تألق كوفاتشيتش وكيبا، نتمنى أن يستمروا على نفس المستوى. بالتوفيق للجميع. سنلعب الآن مباراة إيفرتون. سنحاول أن نريح بعض اللاعبين الأساسيين. بسم الله على بركة الله. نبدأ المباراة. أحسن
احبتي الكرام، اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم، تحديدا من ملعب الستانفورد بريدج وسط هذه الاجواء الرائعه والجميله. على المنافس ماونت، هجوم الى تشيلسي، بيلعب الكره مع حضراتكم في الشوط الثاني، والتعادل القائم هنا بين الفريقين. لن تغيب عنا متعة الساحرة المستديرة أبد. بيعدي وبيضرب الكرة، كريستيان بوليسيتش، مستحيل، هدف على الطاولة أخيرا. هدف رهيب. مباراة جيدة، أداء جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة كانت بشكل جيد، نشكر اللاعبين على القتالية، سيطرنا على معظم المباراة، أداء جيد جدا دفاعيا وهجوميا. صراحة لا يمكننا القول أكثر من هذا. نتمنى التوفيق للخصم في المباراة القادمة، وبالتوفيق للجميع.